طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك أن أردت دخولها واصدح ورتل أيذ القرآن. جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم أيها المشتاقون إلى جنات النعيم، ونحن اليوم مع موجب من موجبات الجنة وسبب من أسباب دخولها. أسأل الله أن يدخلكم الجنة وأن يريكم نعيمها وأن تنغمسوا في أنهارها وأن تدنو عليكم ثمارها وأن يخدمكم فيها الولدان. قولوا آمين. اللهم آمين. أن ينفق الإنسان في سبيل الله ابتغاء مرضات الله زوجين من أي مال كان، وهو يبتغي بذلك الله والدار الآخرة، موجب من موجبات الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي، أو دعته دعي أي في الآخرة، دعي من أبواب الجنة، أي أن أبواب الجنة تتنافس عليه. أدخل من هنا وكل يشتاق إليه. الله أكبر، ما أعظم هذا التنافس. يا عبد الله هذا خير، تدعوه فتقول هذا خير، لأنه قد سلك في الأبواب كلها من البر، أنفق زوجين في سبيل الله. وسبيل الله ليس المراد به الجهاد فقط، بل كل خير يبذل ابتغاء مرضات الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الله أكبر. أبواب الجنة ثمانية، ولربما تشتاق بعض الأبواب لمؤمن دخل، كلها تريد أن تحتضنه لتزفه إلى نعيم الجنة. ثم قال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد إذا دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ أي يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ سؤال لرجل صاحب همة، إنه لا يريد باب الصدقة فقط، ولا الريان، ولا الجهاد، ولا الصلاة، يريد الثمانية أن تدعوه. فقال عليه الصلاة والسلام ردا على سؤال أبي بكر: نعم، أي هناك من عباد الله من هذه الأمة من يدعى من الأبواب كلها، وأرجو أن تكون يا أبا بكر منهم. رضي الله عن أبي بكر. أيها الأحبة، من أنفق زوجين، ما المراد بالزوجين؟ كل مال تنفق منه شيئين، دابتين، سيارتين، قميصين، طعامين من نوع واحد، إذا أنفقت، معنى ذلك إذا أنفقت زوجين من أي مال في سبيل الله، معنى ذلك أنك تصدق بموعود الله، معنى ذلك أن الدنيا لديك رخيصة، والغالية هي الجنة. ولذلك من ينفق زوجين في أي أمر ومن أي مال في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فإنه في سبيل الله. وسبيل الله باب عظيم، لربما تكفل محفظين للقرآن، تحفر بئرين، تشتري للفقيرين سيارتين، تبني بيتين، تنفق من أي شيء زوجين، أنت بذلك تسير إلى أبواب الجنة التي تقول: يا عبد الله
هذا خير. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، قولوا آمين. وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، مرحبا بكم من جديد مع موجبات الجنة. معنا اليوم موجب جميل، ولكنه يحتاج إلى صبر وجهاد النفس بأن يثبت الإنسان في محراب مسجده مؤذنا 12 سنة. ولاحظ العدد، وسبحان الله، ذاك المؤذن الذي يدعونا إلى الوقوف بين يدي الله، الذي يرفع التوحيد من المآذن والتكبير من المآذن، وحي على الصلاة دعوة للقاء الله جل وعلا والوقوف بين يديه. هذا المؤذن الذي نألف صوته في الحديث: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الله أكبر، هنيئا للمؤذنين الذين سيكونون يوم القيامة على صعيد المحشر يتميزون عن عباد الله جميعا. بماذا؟ بطول رقابهم، أطول الناس أعناقا يوم القيامة إنهم المؤذنون. جميل أن يكون الداعي للمؤذن بأذانه الله والدار الآخرة، يؤذن محتسبا لا يلتفت إلى مكافأة تصرف له، لا حرج عليه أن يأخذها، لكنه ما دعاه إلى ذلك بيت بجوار مسجد ولا مكافأة تنزل في الحساب، إنما أعظم المكافآت له يوم أن يدعى إلى باب من أبواب الجنة. 12 سنة يألف الإنسان التبكير للصلاة، المؤذن الحصيف، ذاك المؤذن المحتسب، يدعونا إلى الصلاة، ثم هو يمكث بعد ذلك يذكر الله، يسبح، يتلو، يدعو، قلبه معلق بالمساجد لأنه المؤذن. حتى إذا سمعناه قمنا من النوم، سمعناه رددنا معه، فإذا كان الذي يردد مع المؤذن من قلبه وجبت له الجنة، دخل الجنة في حديث. فكيف بمن يؤذن في الأصل؟ هو الذي يؤذن لنا. وهنيئا لذاك المؤذن حقيقة، حتى أن بعض العلماء من الفقهاء درسوا مسألة هل الإمام أفضل أم المؤذن أفضل، وكثير من جماهير أهل العلم يقولون إن المؤذن أفضل، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالأمة وإدارتها ما أذن، وإلا فإنه دعا للمؤذنين، دعا لهم فالمؤذن مؤتمن، ودعا للأئمة بالرشاد، لكن يبقى المؤذن ذاك الخاشع، ذاك الذي يستيقظ قبل الناس جميعا في الفجر ويأتي إلى المسجد فيعلن أجمل نداء بالفلاح والصلاح والفلاح والصلاة للأمة، دعوة إن إلى من عرض له هذا العمل فليصبر وليصابر نفسه عليها 12 سنة. بل إني أعلم من المؤذنين من هو أكثر من 40 عام وهو يؤذن، ومن قصصهم أنه لما حضرته الوفاة قيل له: مؤذن 40 عام يؤذن، قل لا إله إلا الله، فأذن الأذان كاملا ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فخرجت روحه. أسأل الله لي ولكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. يا طالب الجنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك أن أردت دخولها واصدح ورتل آيذ القرآن، والبر بالأبوين
جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران.